من المؤكد استاذ صلاح انه امريكا وفرنسا دولتان كبيرتان في المقام الاول واعضاء في مجلس الامن، وبيدعموا دعم كبير جدا جدا الحكومه الانتقاليه، وبيدعموا الثوره السودانيه. والسودان طبعا دوله مهمه جدا جدا في افريقيا. السودان يعني بيحد 7 دول من السودان. استقرار السودان شيء ضروري جدا جدا. الثورة السودانية نفسها أخذت زخم كبير جدا جدا في الغرب وفي الشرق وفي أي مكان، يعني وفي إفريقيا وكذا، وأخذت دعم كبير جدا جدا من الدول، من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن الشرق الأوسط ومن الدول العربية. فالوقوف في هذه اللحظة الحرجة جدا جدا مع الحكومة الانتقالية يعني كان يحتاج فعلا دعم من دول كبرى زي أمريكا وزي فرنسا، وفعلا استجابت في بهذه السرعة لأنها تعلم أنه يعني الوضع الانتقالي يحتاج لدعم كبير من دول كبرى، لأنه 30 عاما على حكم السودان بالطريقة الدكتاتورية وبالطريقة من عناصر متطرفة ومن تنظيمات متطرفة، يعني كان له الأثر العميق جدا جدا في تغير المكونات العسكرية أو التنظيمات العسكرية بعناصر يعني من النظام السابق. فدعم هذه الحكومة مثل ضرورة جدا جدا بالنسبة للدول الكبرى، وده في النهاية يعني للحفاظ على الحكومة المدنية الانتقالية والمساعدة في انتقال سلس إلى انتخابات تكون حرة ونزيهة. وأنا متأكد جدا جدا بمرور الزمن هم هيكونوا مشاركين جدا جدا في مراقبة الانتخابات القادمة إن شاء الله.